السبب إنما هو من عند أنفسهم وعدم تحقيقهم المتابعة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإننا لنحمد الله عز وجل أن حمى بلاد الحرمين الشريفين منبع العقيدة ومأرز الإيمان ومنطلق الرسالة، فاستمرت على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم رغم الحملات الحاقدة. وليس فيها بحمد الله من مظاهر الشرك والبدع ما تضج به كثير من بلاد العالم. نسأل الله أن يثبت قادتها على الإسلام. وإننا لنخشى ونحن في عصر الانفتاح والتبعية أن يتأثر بعض أبنائنا بشيء من المظاهر المخالفة لعقيدتهم، مما يجسد المسؤولية على الجميع دعوة وتربية وحرصا ومتابعة. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع رايات السنة والملة والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم وفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم مراقبين لك في السر والنجوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى عليه وعلى المهاجرين والأنصار سلاما دائما أبدا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا، ساعة
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأطيبها، إنه سميع مجيب. من جوار الكعبة الغراء أيها الإخوة المؤمنون، هذا خالد البيت يحييكم، وسلام عليكم من رب رحيم.